مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منورني ومشرفيني في قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده في مباراه مهمه جدا جدا جدا، الاهلي والاسيوطي في ربع نهائي كاس مصر. حسام البدري بطموحه في علي ماهر، بطموحه ايضا الجامح علي ماهر، قدم موسم ولا اروع في الدوري العام. علي ماهر بيودع فريق الاسيوطي، اكيد عايز يعمل حاجه قبل ما يمشي. علي ماهر رايح فريق كبير لسه ما اعلنش عنه رسميا، لكن معلوماتنا بتقول ان هو رايح فريق سموحه. ان شاء الله كل التوفيق لعلي ماهر، وايضا طبعا التوفيق كله للنادي الاهلي والكابتن حسام بدري النهارده في الجمع بين الدوري والكاس، وان شاء الله افريقيا كمان. زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله مباراه مهمه هنناقشها مع ضيوفنا الكرام بكل تفاصيلها. بس قبل ما اروح حتى كمان الاخبار، عايز اتكلم على موضوع الجمهور يا جماعه. الجمهور في ماتش الترجي اللي بعد اللي جاي ان شاء الله، ماتش الترجي يوم الجمعه، مباراه ايضا كل الاهميه لهذه المباراه في بدايه المشوار الافريقي اللي هو بيحلم بيه كل اهلاوي، ان هو ياخد كاس افريقيا عشان يروح كاس العالم للانديه، وده حلم كل الاهلاويه وحلم مجلس الاداره اللي كابتن محمود الخطيب اكد عليه، وقال كمان ان احنا عايزين ناخد مراكز متقدمه في كاس العالم للانديه، يعني تخطى كمان مرحله افريقيا، وده حلم وحلم مشروع قوي 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 بالنسبه لنادي كبير وكيان كبير زي النادي الاهلي. عشان كده عايز اتكلم على موضوع الجماهير واهميه الجماهير. الجماهير ومجلس اداره النادي الاهلي في كل العصور هم وجهين لعملة واحدة، وهي عملة الكيان الكبير، عملة النادي الأهلي أو كيان النادي الأهلي. عشان كده بقول زي ما حضراتكم يعني بيبقوا بيعرض قدامكم جماهير، حاجة جميلة جدا وحاجة بتهز أي مكان. تخيلوا بقى جماهير الأهلي، تخيلوا اللعيبة يعني أنتوا وحشينها قد إيه، تخيلوا حجم الجمهور لما يكون مالي استاد القاهرة، استاد برج العرب، ولما يكون في 5000 أو 300 أو 400 أو 15 أو 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 أو. انا مش محتاج اقول لكم ان اداره النادي الاهلي بتعمل ايه، او بتعمل مجهود قد ايه، او بتبذل جهد قد ايه عشان ترجع الجماهير كامله لاستاد القاهره، كمان استاد القاهره مش استاد برج العرب. لكن احنا عايزين نساعد الناس يا جماعه لو سمحتوا. انا واحد يعني عاشق النادي الاهلي، اكيد الجماهير عاشقه النادي الاهلي اكتر مننا بكتير. الجماهير اللي ملهاش اي حاجه خالص غير ان هي بتشوف النادي الاهلي ملهاش اي فايده يعني، او ما بتستفدش باي حاجه غير ان هي بتشوف النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي فرحان، النادي الاهلي دايما عالي. هي دي الافاده الوحيده او الفايده الوحيده اللي بيستفيدها جمهور النادي الاهلي، غير كده ما فيش. عشان كده بقول ان دي الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد من قلبها بجد، والناس طبعا مجالس الاداره اللي بتشتغل بمنتهى التطوع بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى الاخلاص وكل الكلام اللي ممكن يتقال. عشان كده لازم الجماهير تقف واقفه مع الاداره عشان نقول يا جماعه احنا عايزين الجمهور يملى الاستاد الثاني، عايزين يا جماعه نلعب في استاد القاهره ثاني، عايزين يا جماعه عايزين عايزين عايزين. يبقى احنا بنتكلم بقلب جامد من بعد ماتش منانا والاداره بتبذل كل الجهد عشان ترجع الجماهير ونلعب في استاد القاهره، لكن هيقول لك اصل في حصل كذا وكذا وكذا. فانت ترجع خطوه لورا، مش عايزين نرجع خطوه لورا، عايزين الجماهير في منتهى الالتزام زي ما حصل قبل كده. وقلنا اللي حصل او اللي حصل في ماتش منانا ده كان قله وما كانتش هي بتمثل جماهير النادي الاهلي للاسف للاسف للاسف، لكن الجماهير نفسها ترجع، احنا نفسنا الجماهير ترجع، اللعيبه نفسها الجماهير ترجع، قبل الجماهير نفسها الاداره نفسها تقول لا يا جماعه احنا عايزين الاستاد مليان عن اخره. عشان كده ان شاء الله في 15000 رايحين ماتش الترجي في برج العرب، ان شاء الله يهزوا الاستاد، وان شاء الله يكونوا صوره مشرفه دايما لجمهور النادي الاهلي زي ما جمهور الاهلي مشرف النادي، مشرف اي مناسبه بيكونوا فيها ان شاء الله يشرفوا النادي الاهلي بالتزامهم بتشجيعهم الحضاري باخلاصهم في التشجيع بكل حاجه. ان شاء الله تملوا استاد برج العرب حتى لو 15000 متفرج مؤقتا، لكن ان شاء الله بعد هذه المباراه مع الالتزام بالتشجيع المثالي والالتزام بالروح في كل حاجه، ان شاء الله ترجعوا تملوا الاستاد وتنوروا استاد او اي استاد تكونوا فيه مهما كان هو فين. عايز اقول لكم ان في 10000 تذكره بسعر موحد 30 جنيه زي ما انا عرفت من السيد او الكابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، في 10000 تذكره للجماهير عموما، وفي 2500 للاعضاء. 2500 دول هيكونوا في المقصوره عشان يسيبوا للاستاد كله، او ال 15000 الباقيين او ال 10000 الباقيين للجماهير درجه ثانيه بقى درجه ثالثه عشان تشجيع يبقى من القلب ويرج للاستاد ان شاء الله. ان شاء الله يكون في 2500 الاعضاء زي ما قلت لحضراتكم، هيقولوا اولى ممتاز ومقصوره. زي ما قلت لكم برضو ان الامن طلب من النادي الاهلي ان هو يتعاقد مع شركه قويه جدا عشان هي تكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن هذه المباراه، والنادي الاهلي بيلبي اي طلبات بيعمل اي حاجه عشان الجماهير. باكد وبعيد تاني، الاهلي والجمهور هم وجهين لعمله واحده اللي هي الكيان الكبير، عشان كده الاثنين في ظهر بعض هيعملوا اي حاجه في اي وقت وفي اي مكان. ان شاء الله الجماهير ترجع تاني. عشان كده بقول لحضراتكم باكد تاني ان النادي الاهلي تعاقد مع شركه فالكون علشان تكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن هذه
المباراة شركة كبيرة ومعروفة أمنيا إن شاء الله تكون مسؤولية، وهي قد المسؤولية إن شاء الله. في 3000 تيكت أو 3000 تذكرة اتباعوا بالفعل. الشركة على الموقع الرسمي بتاعها ممكن تحجزه، الجماهير طبعا عارفة ممكن تعمل إيه على الموقع الرسمي لشركة فالكون، هتحجزه أونلاين التيكت، وإن شاء الله يوم الأربع اللي جاي هيكون التيكت أيضا والحجز متاح في منافذ فوري في فروع النادي الأهلي الثلاثة في الشيخ زايد وفي الجزيرة وفي مدينة نصر بإذن الله. زي ما قلت لكم إن النادي الأهلي بإدارته ضاغطين ضغط جامد جدا عشان نلعب ماتش الترجي في استاد القاهرة، لكن الأمن قال نظرا لضيق الوقت، وإحنا قلنا خلاص ماشي هنتلعب في برج العرب خلاص ماشي، لكن إن شاء الله ماتشاتنا اللي جاية بجمهور أكبر من كده بكتير بإذن الله، بإصراركم بتشجيعكم بالتزامكم إن شاء الله تملوا استاد القاهرة زي ما كان، ان شاء الله تقف ورا اللعيبه. وانا دايما بقول ان الجمهور هو روح الكوره وروح اللعيبه، والحاجه اللي بيطلعها اللعيبه مفيش اي حد يطلعها غير الجمهور، بيطلعوا حاجه استحاله حد يطلعها غير الجمهور. اللعيب دايما لما بيشوف الجمهور لو هو 70% بيبقى 100%، لو هو حتى 10% بيبقى 100%. ان شاء الله ترجعوا تنوروا كل السادات اللي بيلعب عليها النادي الاهلي تاني بالتزامكم وتشجيعكم. ده كان المجمل. إن شاء الله كمان في اجتماع أمني هيقام في مديرية أمن اسكندرية، حضروا مسؤول النادي الأهلي ومسؤولي فالكون ومع السيد مدير أمن اسكندرية إن شاء الله عشان يشوفوا الترتيبات على هذه المباراة الهامة جدا للنادي الأهلي. إن شاء الله تكون بداية موفقة للنادي الأهلي في مشواره الأفريقي، وإن شاء الله نحتل القمة الأفريقية مرة أخرى، وإن شاء الله نروح كأس العالم للأندية، وإن شاء الله كمان نحقق مركز متقدم زي ما قال الكابتن محمود الخطيب بطموحه بعائلة الأهلي بإذن الله. ده كان خبر كان لازم أقول لحضراتكم لأن ده أهم حاجة الجماهير ترجع بإذن الله. عايز أقول لكم أخبار نادي الأهلي قبل ما ندخل في جو اللقاء، جو كأس مصر النادي الأهلي في الأسيوط. عايز أقول لكم أن أحمد فتحي كان في القائمة لكن أحمد فتحي اشتكى من إجهاد، عشان كده الكابتن حسام بدري استبعده من هذه المباراة، فخاض التدريبات النهاردة مع الغايبين عن مباراة الأسيوطي. كابتن حسام بدري زي ما بقول لحضراتكم فضل منح أحمد فتحي راحة من مباراة الأسيوطي إن شاء الله تقام في 7 مساء بإذن الله عشان اشتكى من الإجهاد. النهاردة كابتن سيد معوض قاد تدريب الغائبين عن مباراة الأسيوطي. أيضا النجم شريف إكرامي بيغيب عن تدريبات النادي الأهلي بإذن، حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مباراة الغائبين بالغياب عن مران الغائبين عن مباراة الأسيوطي والمقرر لها في 7 مساء بإذن الله. أيضا أزارو بيحصل على راحة 24 ساعة، عارفين نجم وليد أزارو هداف الدوري والنجم المغربي أو نجم المنتخب المغربي كمان عنده إجهاد أو شد في الخلفية زاد شوية في مباراة الزمالك، إن شاء الله يرجع بسرعة جدا أو قبل مباراة الزمالك كمان. أيضا النجم ربيعة بيحصل على إذن الغياب من مران اليوم، عنده امتحانات، رامي ربيعة بيقدم امتحاناته عشان كده خد إذن بالغياب، عارفين رامي رجع من ألمانيا هيعمل شوية تأهيلات هنا ويرجع لألمانيا تاني إن شاء الله يرجع سالم غانم. النجم سعد سمير يواصل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة اللي لحقت بيه في مباراة الزمالك، وشفناها كانت إصابة عنيفة جدا جدا، كان ماتش بصراحة عنيف من يعني في بعض اللاعبين هنا وهنا عشان نبقى بس إيه ملتزمين. سعد سمير بيعاني من كدمة في الركبة تعرض لها في مباراة الزمالك، خلينا إن شاء الله تكون إصابة بسيطة ويرجع بسرعة. والأهلي يواصل ميرانو غدا دون راحة استعدادا للمباراة الهامة مباراة الترجي إن شاء الله يوم 4 مايو المقبل على استاد برج العرب في أولى مواجهات الأهلي في دوري المجموعات في أفريقيا. دي كانت أهم أخبارنا، إن شاء الله مباراة مهمة النهاردة تاني مباراة الأهلي والأسيوطي. الأهلي والأسيوطي هيستنوا الفايز اللي هيكسب، هيستنى الفايز من سموحة ودجلة، وأيضا الإسماعيلي مستني الفايز من الإنتاج والزمالك. مباراة مهمة جدا إن شاء الله هنتناقش فيها بالتفصيل الكامل مع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل، الكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع ياسين والكابتن عادل عبد الرحمن. فاصل واستنونا.